كيقول لك الانسان، ولكن واحد القضيه الانسان هو اللي يكون كيحشم في الوقت اللي مشات الحشمه مع الناس ديال بكري. كان الواحد والله ما يقدر يهز عيني في بواه بالله، حياني الله تسمعت واحد كيقول بوال دابا الوليد سير راجي شيني معرفه سيرا. هذا هو المشرمل. المشرمل سبحان الله العظيم كتلقاه ما كيكملش، ما مكملش قرايته، ما مكملش حياته، حتى المعيوره اللي بغى يعيرك ما كيكملهاش. تسير ولا غندير سيرا ويا ترى نضرب ناني الروشه ولا سيرا. كتلقى عنده جوج الحروف كيلعب بيناتهم تا ولها تراه تراه وي 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 سبحان الله العظيم. سبحان الله العظيم كتلقاه عزاز على عزاز على مواتهم الدراري. عرفتي يا ويلك تحط عليه يدو يدك، عرفتي مشيت تحط عليه يدك مو كتبقى لاصقه في كلمه واحده يا ويلي علاش ضربيه؟ علاش ضربيه؟ باغي تقتلي خالتي راك لاصق في كاميو راه عتقته اي وضربي وي مالو قرينك ضربي ما شتيش خالتي لاكسيون كيفاش راه كان في كاميو كان صافي مشى جبدتو خليتو انا حي اي جبدتي خليتي حي وضربي جايبه كاش تقول لك والله وليدي وتشوف العصا اللي يعطي باه لا تقول الدري باز باز تعيش. وسبحان الله العظيم كتلقاهم هاد الدراري ما يتسخر ما ينفع ما يدير والو. هذا هو ذاك اللي كتقول لي جيب لي مناضه كيقول انا ما لقيتش مناضه كتقول لي جيب لي عصير ما لقيتش عصير ما تجيب والو انا ما شفت والو ناخذ فلوس ناخذ فلوس ها 10 10 ها 10 الله يحفظك شكرا شكرا. دابا هذا كيحشم هذا وكاين واحد النوع ديال الدراري سبيسيال كيحشم من البنت ما كيقدرش يقول لها توحشك كيقول لها توحشناك كيسبها في خوتو. وتا هي وتا هي عنطيزه تا هي تا هي ما كتحشمش منه كتقول لي شكون نتوما شكون نتوما. هذه من النوع داك النوع ديال الدريات اللي كتلقاها هازه صاك كتلقاها هازه صاك وكتشوف في السماء وما هي انا كاع ما مسوقه كتضرب بالساك داك الساك اللي حليتيش كتلقى فيه كتلقى فيه الاي لاينر كتلقى فيه شفان شتايجر كتلقى فيه نص ديال الطونه ما كملاتوش معاك تحل الساك كتضربك ريحه المرصى كتلقى فيه طانقه وحده حيت طاحت لها الاخرى وعندها امال تلقاها كتلقى فيه كاتالوج ديال الروايح كتلقى فيه كاتالوج ديال الروايح هي ما كتشريش الريحه كتحك الكاتالوج الواعره والواعره وي وي ميرسي شكرا 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 بزاف شكرا ميرسي شكرا. والواعره الواعره انك كتلقى فيها شوينغوم حبك لا تحب غتاكلها ملي غتبغي تتلاقى مع سفيان 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 ما كيبغيش ريحه الزيتون كتطلع مع ديك الريحه كيكعه. ونرجعوا للحشمه الحشمه واش انا راه حتى واحد ما بقى كيحشم الجزار ولا الاخر ما بقاش كيحشم مشى عنده الخوادري جاي فرحان جاي ويتقرع قال لي هاتك تعشي كفته العود واش العود يدير 60 مليون وغيقطع لك منه الفرنك ديال الكفته هذاك راه شي حمير عنده 160 عام. واخر حاجه النصيحه اللي ننصحكم بها نخليو فينا شويه الحشمه حيت هي الزين اللي فينا. ميرسي